النهاردة إن شاء الله هيكون موضوعنا عن أهم النصائح اللي هقدمها لكم في حال بيع أو شراء أي وحدة سكنية. في نقطتين مهمين جدا حابب أن أوضحهم لحضراتكم وأكد عليهم. أول نقطة فيهم أهمية دور المحامي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال بيع أو شراء أي وحدة سكنية. ودور المحامي مهم جدا بصفته هيراجع على جميع المستندات والعقود والتوكيلات بتاعة الشقة. تاني نقطة حابب أن أؤكد عليها وأوضحها لحضراتكم نسبة التأمين. النهاردة ما ينفعش إلا أنا أروح أشتري عربية بي إم دبليو أو مرسيدس ولا أنا أخذ بعضي وأروح أحط لها بنزين 80 أو صور حتى. ما ينفعش إلا النهاردة أكون راكب عربية بمليون جنيه وأروح ما أمنش عليها أصلا. كذلك الشقة والوحدات السكنية. أنا النهاردة ما ينفعش إلا أنا أروح أجيب عقد مطبوع من مكتبة بعشرين جنيه عشان أجيب لأي حد يملأ عشان أأمن المليون جنيه اللي أنا هدفعه. أنت النهاردة لازم تكون معاك حد فاهم ومتخصص عشان يقدر يطلع على كافة المستندات والأوراق اللازمة للوحدة السكنية من المشتري للبائع. المحامي اللي حضرتك هتوكله في شراء أو بيع الوحدة السكنية هو اللي هيقدر يفيدك ويطلع على كافة الإجراءات القانونية أو المستندات اللي تم أخذها من قبل البائع. أنت النهاردة لما يكون عندك مشكلة في الشقة، إحنا للأسف كمحامين مش بتظهر معانا غير في بيع الوحدة السكنية. يعني أنا النهاردة مثلا بيجي لي بعض الموكلين عندهم مشكلة في الوحدة السكنية ووراهم مش مظبوط. طبعا الكلام ده كله بيجي لي مثلا بعد 10 سنين أو 5 سنين أو 15 سنة وممكن كمان بعد 20 و25 و30 سنة. فأنا طبعا الناس دي لو هم شاريين من طرف أول أنا مش هينفع إن أنا أروح للطرف الأول أقول لي معلش بعد إذنك بيع لي من أول وجديد. بنوصل لهنا في حالة خلاف، لأن طبعا الوحدة السكنية في حال بيعها من 25 سنة مش بتبقى بنفس قيمتها وسعرها في بيعها دلوقتي. فطبعا بنوصل لخلاف. وأنا النهاردة حضرتك جاي لي عشان أنا أمنك بالنسبة لموضوع المساعدات. أنا النهاردة لازم أكون قايل لحضرتك على كل الإجراءات القانونية السليمة عشان أقدر أضمن لحضرتك بيع مميز وسليم. البيوع عامة بتبقى حسب الوحدة السكنية دي عبارة عن إيه. أنا ممكن النهاردة أبيع وحدة سكنية تبع المحافظة، ممكن النهاردة إن أنا أبيع وحدة سكنية تبع البيت أهالي بعقد أزرق، النهاردة ممكن أبيع وحدة سكنية تبع الجمعية. لكل واحدة سكنية طريقة بيع مختلفة وحسب ظروف. النهاردة ما ينفعش ان اروح للترزي اقول لي فصل لي بدلة عشان 5 افراد يلبسوها. كل موضوع محدد، حتى لو الوحدة السكنية دي في جمعية واحدة كل واحدة سكنية ليها ظروف بيع مختلفة. اي نعم الاجراءات بتبقى واحدة وثابتة، بس طبقا للمستندات اللي بيقدمها لنا البائع أنا بقدر أحدد كمشتري إيه الضمان اللي تضمن لي الفلوس دي، بحيث إن أنا بعد كده ما يقدرش أي حد يجي ينازع يعني على ملكيتها أو حيازتها. النهاردة إن شاء الله أنا هوضح لحضراتكم بعض النقاط الهامة والرئيسية والنصائح في حال شراء أو بيع أي وحدة سكنية. أول بند، لازم ناخد بالنا من كافة المستندات الخاصة بالوحدة السكنية. لازم نتأكد من كافة التوكيلات اللي موجودة لحد آخر طرف هيبيع عليه. لازم نتأكد إن الطرف اللي هبيعنا دوت حيازته على الوحدة السكنية حيازة هادئة ومستقرة بدون أي نزاع. لازم نتأكد إن الوحدة السكنية مفيش أي مشاكل زوجية قائمة عليها أو مشاكل على الإرث. لازم نتأكد من كافة المستندات سواء اللي كانت الوحدة السكنية في الجمعية، لازم نتأكد من فواتير الكهرباء، لازم نتأكد إن الوحدة السكنية في حال إذا كانت الوحدة السكنية تبع الجمعية، لازم نتأكد إن هي كافة الأقساط التعاونية قد تم دفعها. تاني بند من البنود الهامة، لازم نشوف فواتير الغاز والكهرباء والمية الخاصة بالوحدة السكنية، ولازم نتأكد إن هما مدفوعين لحد آخر الشهر. واحنا بنشتري الوحدة السكنية لازم نعمل حاجة اسمها محضر تسليم. النهاردة وانا بستلم الشقة منك لازم احدد في محضر التسليم دوت انا هستلم منك الوحدة السكنية ديت فين وامتى وازاي.
ومين كان شاهد على التسليم دوت، عشان لو الشقة قبل كده قبل توقيت التسليم دوت كان عليها أي مخالفات أو عليها أي مشاكل قانونية، مش المشتري هو اللي يتحمل. العقد اللي بيعمله المحامي اللي حضرتك موكل الموضوع ده هو اللي بيكون فيه كافة التفاصيل القانونية. لازم أكون حاطط شرط جزائي في حال الرجوع عن البيع، ما ينفعش إن أنا النهاردة أعمل عقد بيع وما أحطش فيه شرط جزائي. لازم يكون فيه بند التمن، لازم يكون فيه بند الملكية. بند الملكية ديت أنا بكتب فيه وصفا وتفصيلا عن الملكية بتاعة الوحدة السكنية قالت إلى الراجل اللي أنا بشتري منه إزاي. صاحب الوحدة السكنية لازم يكون متواجد معايا في الشهر العقاري عشان يعمل لي توكيل بالتنازل والبيع للوحدة السكنية. في حالة لو كان الوحدة السكنية صاحبها أكتر من طرف، لازم كل الأطراف التانية يحضروا. لو في طرف تعذر عدم حضوره، لازم يكون في توكيل بيع لأي طرف من الأطراف الموجودين. في حال كانت الوحدة السكنية تبع الجمعية، يجوز التنازل قانونا في الجمعية التبعية. بس أنا بفضل كأمان إن أنا أتنازل في الجمعية بالإضافة إلى عقد بيع وتوكيل في الشهر العقاري، ومحضر تسليم مبكتب فيه أنا استلمت الوحدة السكنية إمتى وحليتها كانت إيه ومين الشهود اللي كانوا موجودين ساعة التسليم. أي إجراء قانوني المحامي اللي حضرتك موكله بالموضوع ده بيتخذه عشان هو شايف من وجهة نظره الخطر بالنسبة للوحدة السكنية اللي فيه. أنا النهاردة لما حد بيجي لي الوحدة السكنية أنا بضمن لي الوحدة السكنية ديت عن طريق الحاجات اللي أنا بعملها. طبعا لما حد بيجي لي المكتب أنا لازم أقول له أنا أضمن لك الوحدة السكنية ديت بنسبة 1000%. لو حضرتك النهاردة بتروح تشتري عقار لسه تحت الإنشاء، لازم تتأكد من رخصة المباني، لازم تراجع على رخصة الحي، لازم تعرف ملكية الأرض ديت مين مالكها، وتسأل في الشهر العقاري التابع للمحافظة. ملكية الأراضي دي إحنا بنقدر نعرفها عن طريق حي بورفؤاد أو الشارع العقاري بورسعيد. وطبعا أنا النهاردة لما أروح أشتري من شركة استثمارية غير لما أنا أشتري من فرد أو من أشخاص ملاك الوحدة السكنية. طبعا لما أنا أكون رايح أدفع كاش غير لما أنا راح أدفع. بس طبعا دلوقتي أغلبية الشركات الاستثمارية هي بتقسط لك ويتيح القسط اللي ناخد بعضي واروح اشتري ادفع لك على دفعات، كل دفعة مثلا يعني بقى حسب النظام اللي بيتبع في الشركة ديت. بس انا هنا لازم اكون مراجع على كل المستندات اللي تثبت لي ان الشركة ديت هتبيع لي بالفعل الوحدة السكنية. في حال لو المشتري هيشتري وحدة سكنية من شركة استثمار عقاري، هنا لازم يكون في عقد مبرم بين الطرفين، لان شركه الاستثمار العقاري اغلبيه البيوع فيها بتبقى بالتقسيط. فالنهارده لازم يكون في عقد مبرم بين الطرفين، كل طرف فيه بيضمن حقوقه والتزاماته تجاه الطرف الاخر. لازم النهارده يكون في بنود محدده، عدد الاقساط وكل قسط قيمته قد ايه. لازم يكون الطرف الاخر اللي هو بالنسبه للشركه لازم يكون موضح كل تفاصيل الوحده السكنيه من مساحتها والتوضيب بتاعها قد ايه، ولازم يكون هيكتب لك في العقد ديت الدور كام والوحده السكنيه رقم كام. التفاصيل دي مهمه جدا، لان اي تفاصيل او اي التزام بعد كده بتبقى مشكله بالنسبه للطرفين. لازم النهارده يكون الوحده السكنيه كاتب الشركه فيه انا هستلم الوحده السكنيه امتى. لازم يكون في شرط جزائي من الطرفين في حاله ان اخل أي طرف من الطرفين بجنود أي التزام موقع. مستندات الملكية حق المشتري لازم تكون معاك صورة طبق الأصل من كافة مستندات الملكية، سواء أنت هتشتري واحدة سكنية من شركة استثمار عقاري أو هتشتري واحدة سكنية من مشتري طبيعي. لازم تكون معاك صور طبق الأصل من كافة المستندات التابعة للوحدة السكنية. لو حضرتك تشتري واحدة سكنية والواحدة السكنية دي باعها أكتر من مرة، حضرتك لازم تتأكد من كافة التوكيلات دي سارية، ولازم تتأكد وتطلع على الشارع العقاري وتشوف مدى سريان التوكيلات ديت وهل التوكيلات ديت صحيحة ولا مزورة. لازم بعد كده في حال إتمام عملية البيع والشراء تكون معاك أصول للتوكيلات دي عشان حضرتك تقدر تبيع الواحدة السكنية ديت في أي وقت أنت شايف. سبق وأن نوهت اللي لازم حضرتك تكون سألت كافة الجيران عن أي نزاع
قضائي على الوحدة السكنية، سواء كان النزاع القضائي ده عبارة عن مسكن حاضنة أو تنازع من الورثة على الوحدة السكنية. لازم حضرتك تكون متأكد من عن طريق المحامي اللي حضرتك وكلته بالموضوع من عدم وجود أي مخاطر للوحدة اللي حضرتك تتابع ليها. بعد ما حضرتك تتأكد وتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لازم تتأكد من آخر حاجة ودي أهم حاجة عندنا، إن تتأكد العقار غير منهون لأي قرض عن طريق القروض اللي بيقدمها جميع البنوك المصرية. لازم تتأكد من كافة بنود العقد المبرم ما بين حضرتك وما بين البائع. لازم المحامي اللي حضرتك توكله بالموضوع ده يكون متأكد من كافة البنود تمت تفصيلا على أرض الواقع. لازم تتأكد من بند الثمن، لازم تتأكد من بند الملكية، لازم تحط شرط جزائي قيم عشان لو لا قدر الله أي طرف من أطراف العقد حاولوا يرجعوا في كلامهم ويكون في بند رادع ليهم ويكون ليك تعويض عن اللي حصل ده. العقد لازم يكون موضح فيه وحدة الوحدة المسيحية للشقة، لازم يكون فيه لو انت ليك في الارض، لازم يكون في انت ليك في الارض مساحه قد ايه، ليك في المباني بتاعت العقار مساحه قد ايه. الحاجات دي كلها ضروري تكون موجوده في العقد.